السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ها فتح عيونه. جوز مشاننا. المرض ما في شماتة. ما لي شمتان. خير بابا تريد شي؟ هدول ناقصين وين مفتاح مستودع الزيت. فهمت عليك بابا فهمت، بس انت لا تجهد لي نفسك. ومشان مفتاح مستودع الزيت اخذوا اخي عماد مشان يورجي الزيتات للتاجر الاردني، مو انت تعطيها بنفسك. وامتى بيجي؟ هلا بيجي بابا لا تخاف، ما بقى الا يوصل. بدك تفتح الصندوق؟ هات لك هات مفتاح. شو بدك بالصندوق بابا؟ والله ما عم افهم عليك. ايوه عم يقلكن لا تدقروا شي لا المصاري السوري ولا الدولارات ولا الاسترليني ولا اليورو ولا البن. شو هاد؟ الين. ما فهمت عليك شو بتريد؟ والله ما فهمت. بده سندات الدين المستحقة على العالم، وين حاطينها؟ سندات؟ ايوه هلا فهمت. لحظة لا افهم منه. ايه عم يقول سكروا الصندوق. هاي المفاتيح وهي السندات. خير شو في؟ على مهلك بابا على مهلك، فهمنا شو بدك. نعم. ايوه فهمت عليك، عم يقول هالسندات استحقت الدفع ولسه اصحابها ما دفعوها، بقى ليش عم تاكلوا هوا وما عم تحصلوها؟ والله معك حق، بس مثل ما لك شايف انشغلنا بمرضك شوي. ايوه قال لازم بكرة تحطوهم بالمحكمة وتلعنوا أفطاس اللي ما دفع، هيك عم يقول. ألو؟ أيوه قديش دفع؟ طيب لحظة صغيرة بس بابا، عم يقول عماد دفع وبتنكة الزيت الوحدة 1900 ورقة، بتبيع ولا ما بتبيع؟ بيع هيك عم يقول. بيقول لك الحجي بيع ولا توقف ولا لحظة. خير بابا شو بدك؟ طيب عمي طيب وريهمك عمي فهمت عليك. قال لا تقبلوا من تاجر الزيت لا شيك ولا بالتقسيط، وإذا بده تنكات الزيت بيجي من عمان لهون بياخذهم وبيدفع قيمته النقدي. فهمت، والأفضل 500 أو ورقة من أم الألف. خير بابا بشوحوا حاسيس. لا تخافوا العمى هذا سيرو موقف. شو صار؟ بيظهر عروق الوالد نشفانة وما عم تتحمل سرعة السيروم وقلبه عم يشحط. شو هذا الوز؟ ها؟ هذا فاكس من إيطاليا. شركة؟ عم يسألكم من أي شركة؟ هذا من شركة بلاستيكو تورونتو فابريكاتو. عم يعرضوا علينا صفقة حبيبات بلاستيك. طب عم يسألكم بقديش الطن؟
سعر الطن؟ ايوه عمي لكم لا تشتروا، الاسعار رح تنزل. بس المعامل كل يوم عم تسالنا على البضاعه واكيد متعطلين على المواد الخام. ايوه فهمت عليك. قال انتم لساتكم حمير وما بتعرفوا بالتجاره، هيك قال هو. انا ما دخلني، مو هيك قلت حجي؟ عم يسال الحجي منو انت؟ هذا حسان بن عمه بن خالتك. جاي الديان. لا ما له جاي الديان ولا له جاي يدفع، ما لك عنده شيء انت. جايين نشق عليكم ونطمن. وهي الحمد لله اطمنا، الله يخلي لكم هالوالد. زهرة مع السلامة. اخي اكرام شوفي خلصت الزيارة. اني زيارة؟ امشي. اوف لك يا اخي، هلا ليش عم تعذبوا حالكم انتو؟ قلت لكم ما رح روح، يعني ما رح روح خلاص. ما بيصير ما تروح يا حسان، ابو فايق جارنا بالحاره القديمه اللي ساكنت اختك. يا سيدي كان يا مكان في قديم الزمان. كمان ابو فايق كان صاحبه لابوك الروح بالروح، بقى لازم تروح تزوره كرمال ابوك. لا يا ستي هالحكي مو صحيح، ابي من طول عمره متزاعل هو وابو فايق. ولو كان يا حسان، الواجب بيضل واجب. ولك يا اكرم، انا ما بتكبس نفسي على شوفت هيك ناس، ما بتكبس يا اخي. يعني ابو فايق سمسار كذاب وبخيل، ولا بيحلل ولا بيحرم، بقى ليش زيارته هذا؟ ليش؟ يلا حسان يلا، انا رح طالع لك البنطلون الكحلي والقميص الجديد. وليش ما بتطالع الطقم الاسود والقميص الاسود والجراف السوداء والجرابات السود؟ انسب. عم تمزح حسان؟ يعني محلاك رايح بهدول الاواعي ومفاول على الزلمه؟ انا ما دخلني، انتوا عم تقولوا يا مصبح يا مسي. روح البيت هلا، روح خلصنا. وينك؟ 10 دقايق بس، انا ما بقدر اتحمل شوفت هالزلمه اكثر من هيك. ها ماشي مثل ما بدك. مساء الخير. مساء النور. لا تدفع له اكثر من 200 ليره يا فايق. لك شو 200؟ تسعيره تعليق سيروم واربع ابر وتغيير كيس البول صاروا 400. لا خلص ما سمعت شو اقول لك، لا تزعلوا خلص. مريض مسيب سيب سيب. ماشي الحال. اخ فايق، نقدر نحكي مع الوالد كلمتين؟ بخصوص شو؟ بخصوص البيت اللي بايعني اياه، حضرتك طلعت بايعه لاثنين قبلي. لا مو صح الكلام. لك كيف مو صح؟ الاثنين اللي انت بايعهم البيت ورجوني العقود، وهي نسخه عنه شرف. ورجيني يا فايق. انا لا أبي. الله يصلحك يا اخي، هذا كلام بينحكى بهالوقت؟ لكن امتى بينحكى؟ اخي روح هلا بعدين بنتفاهم، مو وقتك هلا. شلون يعني مو وقتي؟ انتوا اخذين مني 1.5 مليون ولسه بتقلي مو وقت هالكلام؟ يا سيدي اعتبرهم دين ونحن بنبقى بنعطيك اياهم. المهم هلا روح تيسر، روح تيسر الله يرضى عليك. دين؟ يا حبيبي على الحكي، لا حصلناهم والله. اذا ما عجبك روح ارفع دعوة، وإذا لك حاب تاخده من عيني هي بالهي. لكن روح عنا يا، الله لا يسامحك فيهم لا دنيا ولا آخرة. الله غفور الرحيم يا شيخ. يا شيخ اللي ينتعك، إن شاء الله إلهي بتصرفن على عفيدك أنت وابنك، بسيطة نتواجه. روح بلط البحر وأحمد ما عندك طبوخ، فظاعة لقلة هالذوق، فعلاً لا عندك لا احترام ولا تقدير، إنه هيك الواحد بيحكي قدام زلمة مريض واقف بين إيدين الحق. فعلاً معك حق، قلة ذوق، شو هالحكي؟ هلا أنا طلعت قليل ذوق بسيطة، نتواجه. قلت لي بين ايدين الحق ما؟ اذا الحق اخذوا انا وين مصفي؟ الله لا يوفقكم. بعد هيك الله لا يوفقك. اخي فايق فينا نحكي مع الوالد كلمتين؟ شو بدك بدي الثاني؟ خايف تزعجه بكلامه؟ لا 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 انا ما رح ازعجه، انا جاي بخصوص الشاليه. شاليه طرطوس ولا لاديه؟ لا شاليه لاديه. اذا دفع سعر منيح انا ببيع، ليش حتى ما ابيع؟ الله من فوق محلل الشراء والربح. والله يا ابو فايق الزبون اللي عندي بيدفع 1.5 مليون. اقل من 3 ملايين ما ببيع، انا الصيفية الماضية اجاني 3.5 ملايين وما بعت. بس الاسواق دائرة بهالايام يا ابو فايق. تتحسن
سيك أبي سيك سيك بدي شو أيوة سلامتك سلامتك شو إذا بيدفع 1,900,000 نقداً أنا ببيع وإلا يمحق مثل ما بدك. ألو أهلين إيه طيب والكمية 10,000 شو في على التليفون هذا إبراهيم أبو سنين عم يعرض عليك 10,000 دولار بديش ب51.10 قروش ب51 بس أخي الوالد قال ب51 بس بقى شو قلت موافق قال موافق تكلنا على الله اشترينا أخي إيه نعم لا والله صحة الوالد عدماني ماشي مع السلامة أهلين سيد فايق ديروا بالكم ها ليكون الدولارات مزيفة حاكم ولاد الحرام كتار مين هدول أنا حسان ابن أبو حسان يلي كان جاركم وهذا أخي أكرم شو معرفنا أبو فايق أختنا منيرة كانت ساكنة جنبك عرفتكم شلون ما عرفتكم أبوكم شلحني نص الحيط اللي بيناتنا قسم عني ما شلحك يا أنت سادي الحيط إلنا الحيط إلي بحلف 1,000,000 يمين إنه الحيط إلي بس الوالد ثبت الملكية بالطابو بعدين بيتك قد بيتنا على 10 مرات شوفوا الحسد وضيقة العين ولك أنا ما رح سامحكم لا بالدنيا ولا بالآخرة ولك أنا رح أرفع عليكم دعوة عند أحسن محامي أنا ما فرط بحقي أبدا ويلي بفرط بحقه بيكون شيطان رجيم أخي قلبي بابا أي. بابا ولا شبك شسلك بابا 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 ألو شو بدك قديش تبيع الغرام لا إذا قلت ب5 قروش بشتري إيه بس سلمها سيدي سلمها الله يرحمه إيه 5 كيلو ذهب ماشي لا سلمتها بابا بابا ما يتركني ورعد يا بيا اوف لك يا جماعة يا جماعة ان شاء الله فهموني هاي سمعت كلامكم مرتين وشو يلي نابني غير البهدلة وجع الراس ما اختلفنا بس بيضل الاستاذ فوزي مديرك بالشركة لك يا اخي كان مديري مرحبا كان وقدمت له طلب نقل وتركت له الشركة وهربت منه صحيح بس لا تنسى انك ضليت موظف عنده اكتر من 5 سنين لك يا سيدي لو كانت هال5 سنين مقضية بجهنم كان اهوى يا حسان يا حسان الزلمة مريض بالسرطان بعيد من هون يعني بقيان له كم يوم بهالدنيا وبعدين بيقول لك باي باي أسيدي كلنا تحت الطاف رب العالمين وما حدا حاطط على راسه خيمة يا لطيف يا لطيف شو قلبك قاسي وليش قلبي قاسي بقى نسيت شو سوى فيني لما كنت موظف عنده أول شي حرمني من المكافآت والحوافز تاني شي منعني من السفر وسعى عند الوزير وشطب اسمي من الترفيع بقى مين اللي قلبه قاسي؟ ولك يا ليلى يا ليلى انت قلبك طيب وما بتعرفي شي من شي هذا زلمة بيحب تمسيح الجوخ واللقلقة وما بيهمه غير الكرسي يلي تحته بس يعني اذا بده يسافر بياخد الكرسي معه وبيلبك الدنيا وبيشحنه معه بالصناديق ليش؟ لانه بيخاف يرجع وما يلاقيه اما بهالصورة الكرسي تحته تحت عينه ملك يمينه مطرح ما اجا ومطرح ما راح كل اللي عم تحكيه صحيح يا حسان بس الزلمة مستوي على الآخر مخوف مبارح نقلوه من المستشفى للبيت لأنه قطعوا الأمل من شفائه بقى مو حلو العالم يقولوا عنك إنك قليل أصل لا سمح الله شي أنا قليل أصل يا ليلى العالم إلى الظاهر إذا ما رحت رح يقولوا عنك هيك ليلى عم تحكي مزبوط يا حسان أنا لو كان مديري أو كنت بعرفه كنت بروح معك ماشي الحال بس منروح سوا ها ما بفوت لعنده لحالي ما بفوت تكرم عينك لكان اليوم بعد الظهر منروح سوا ومشق علي هيك ها شفت ما احسنك طيب بس ما منطولها 10 دقايق بس حاكم انا لما بشوف هالزلمة بعصب بتكهرب يا اخي
وين بتشتغلي انت يا عمو؟ بشتغل عندك فوزي بيك بمستوصف الشركة. اهلا وسهلا فيكي. شلون هالدوام بالشغل؟ في حدا عم يفركها؟ الموظفين ما عم يجوا وعم يهربوا؟ قولي لي. كله تمام، لا تاكل هم. حاكم، إذا غاب القط العاب يا فار. لا تاكل هم فوزي بيك، ولا تحكي كتير، ما بيسوى لك الحكي. ما عم بقدر اقعد بلا مسكن يا بنتي ابدا. الله لا يدوى حدا الوجع، الله يبعده عن كل الناس. بطني مثل النار، تنور تنور وفاير. على مهلك علي يا بنتي، على مهلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. في العافية إن شاء الله. الله يعافيك يا رب يا بنتي. الحمد لله على العافية أستاذ. العافية يا عزال، العافية يا حسرة. آخ، يمكن مياتي رح ينقطعوا من هالدنيا يا عزال. منين اجتني هالمرضى مالي عارفان؟ كله حسد وضيقة عين سيدي. ما في غير هيك. أكيد صابتك عين حسود. يا بنتي لا تنسي تجي المساء، ما بحسن نام بدون إبرة المسكين. أنا رح أدبر لك مكافأة آخر الشهر إن شاء الله. مري على الديوان وقولي لهم خليهم يفرزوك إلى عندي هالأسبوع، بتضلي عندي. قولي له هذا الشوفير أبو فهيم يوصلك على البيت، وخليه يجيبك كمان المساء. روح، الله معك. معافى أستاذ. وين عم تشتغل هالايام يا حسان؟ بشركة الفوانيس واللمبات المتحدة. وان شاء الله مبسوط بهالشركة. كتير مبسوط، خاصة بعد ما اجانا المدير الجديد. تعرف حسان، انا حاولت كتير اني استلم شركة المعادن، لانها هي اكبر واهم شركة بالبلد، وميزاتها ضخمة ضخمة ومرتبة، بس ما طلع بإيدي. هذا الظاهر مديركم واسطته أقوى من جماعتي. لا تتحسر فوزي بيك، كله اسمي ونصيب. قالوا نعم، نعم موجود. من الشركة فوزي بيك ودنياك. هات لشوف، هاي رضن لهم اللاحقيني. بدنا نمشي مصالح الناس. الو، هذا ما بحسن احضر الاجتماع، اجله ما بعرف، والميزانيه اجله كمان. شو الشغله المهمه يعني؟ قلت لك ما بعرف. شو ما بتفهم انت؟ موظفين سيدي لا بده، ولا عمره ان شاء الله ما يقبضوا، وبالتعاون طجيه كله. يوقف القسم، يحفظ، يوقف. شو يعني؟ بيأثر هذا الشيء على الانتاج؟ بلا انتاج بلا كورتاج. يلي عجبه عجبه، ويلي ما عجبه يرفص ويهز بدلبه. وينك؟ اسمع مني، لا تنسى تخبرني شو عم يصير اول باول. ها خلاص خلاص، بلا لا يروح من وشي، روح من وشي. شو بدنا نسوي؟ ما بيعرفوا يشتغلوا شغله بلاي. نص الموظفين الشركه اغبياء، والنص الثاني حمير. سيدي الله يخليكم لهالشركه ويشدكم بتوب العافيه. من وين؟ حسره من وين؟ السرطان اكل بدني اكل يا حسان. المعدة والصدر والكبد والبنكرياس، ما خلى شيء بجسمي صاغ أخو الملعونة. أنا ضيف على هالدنيا يا حسان، ضيف ضيف عابر عبور. الدنيا فاضية يا جماعة، فاضية، ما حدش واخد منها حاجة على قولة المصاري. السلام عليكم. ايه كيف صحتك معلم؟
اسكت يا ابو شفيق، والله معلمك مصبي حمسي، شايف شو صاير فيني؟ شايف هيك كنت انا يا ابو شفيق؟ احكي لهم، احكي لهم كيف كنت اصرخ بالموظفين ويبسهم بارضهم قدامي، كيف كانوا يرجفوا مني قصب. هذا بريد اليوم سيدي. تفضلوا سيدي. هذا امين المستودع، بده يضل ياخذ اجازات، الله لا يشبعه اجازات. وعدم الموافقه. شو قصة هاي المدام؟ قصة انصاف؟ يخرب بيته، شو عملوا لي الشركة مفرخة؟ اجازات امومة، يلا يلا باستمرار، شو عم يتسابقوا هن التنتين؟ عدم الموافقة. شو طلب شراء قطعة جديدة، ميزانية ما طلعت لسه، ما في ما عدم الموافقة. تصليح؟ ايه بدهم يصلحوا التراكس، جيبوا له قطع ما عليه شيء، تصليح مع الموافقة. وين سجل الموظفين؟ مو جايبه معك؟ اخذ السيد عوني مدير مكتبكم سيدي. بكره بتجيبه معك؟ ها إذا ضلينا لبكرة. هذا عم يهرب من الباب الوراني من الموظفين؟ ما بعرف يا سيدي. الله لا يعرفك بحكمة أنت التاني، طول عمرك طلطميس. أكرم، أكرم. شو؟ مشي حاله؟ معافى أستاذ فوزي. من العافية يا حسان، وإجري صارت بالقبر. أصبح لا تنسى تأخذ معك القلم ودفتر الموظفين حتى توقع على الدوام هنيك. ما تحملته أنا يا جماعة، ما تحملته، تحملتوه أنتوا يا ترى؟